حلو جدا ان انت تربط بين التحليل الفني وانت قاعد في استوديو وبين نبض الجمهور. اكيد رينيه فايلر يمشي في الدوري بخطوات لا يمكن لاي حد عاقل في كره القدم ان هو ينكر عليه ان هو بيحقق شيء مهم جدا الفريق لشخصيه لفلسفه. ولكن اكيد الجمهور برضو بيرى نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه، ودي طبيعه كره القدم في العالم كله داخل اي استوديوهات وعند اي جمهور. الفكره ان احنا لا نبالغ في التشاؤم ولا نبالغ في التفاؤل. النهارده المباراه على مستوى النتيجه جيده، على مستوى الاداء اكيد كان في فترات الاهلي لم يكن متفوق فيها، اكيد في فترات سيطر فيها النادي المصري. 13 محاوله للنادي الاهلي للنادي المصري بالمقارنه ب 11 للنادي الاهلي، حتى الاستحواذ فقدناه لصالح النادي المصري. ده مؤشر مهم جدا قبل مباراه السوبر. علي معلول لاعب مهم، 6 اسيست السنه دي، وكمان بيشارك في احراز الاهداف، ولكن في المنطقة الدفاعية يجب أن يكون في مساندة كاملة لعلي معلول. كمان لاعب زي كهربا محتاجين نبص، لاعب في الدقائق المعدودة اللي شارك فيها بيصنع 3 أهداف وبيسجل 3 أهداف على مستوى الدقائق اللي شاركها في الدوري. هنا كهربا بيدي رسالة، فكرة هل هو محتاج مزيد من الوقت؟ أكيد يحتاج مزيد من الوقت داخل المباراة، وأكيد مهم يكون له دور داخل السوبر. كمان فكرة الإيقاع، التيمبو بتاع الفريق، لاحظنا ان لاعبين يا اسامه زي جيرالدو، لاعبين زي كهربا، اجاييه لما بيدخل في مركز المهاجم، وزي ما انت اتكلمت عن فكره ان هو لاعب بيلعب بدون مركزيه، بيتحرك وبيفتح مساحه للقادم من الخلف، كل ده بيسرع الايقاع بتاعك، كل ده انت كمدرب لازم تاخد بالك منه. اكيد مستر فايلر بيعمل تغييرات كل مره بتكون مؤثره، ما ينفعش ننكر عليه ده، ولكن هل التغييرات دي لو بدات لاوقات افضل او اكتر كان هينعكس على المباراه؟ اعتقد ده هيحصل، خصوصا فيما يتعلق بسرعه المباراه وسرعه اللاعبين. كل ده ما نقدرش نغفل لاعب فيه مهم جدا، وهو اليو ديانج. هو بطل كل لقطة وكل مباراة من وجهة نظري. اللاعب اللي بيقدم معدلات لاستخلاص الكرة أنا ما شفتهاش من سنوات في الدوري المصري. اللاعب اللي أنا واثق أنه هيكون محط أنظار كثير من الأندية الأوروبية، أتمنى نحافظ عليه وأتمنى يحافظ على أدائه اللي فارق كتير جدا يا أحمد مع الفريق. ومن ديانج أكيد الحارس